جدا. دكتور هشام، أنواع الجرائم الإلكترونية أشكال وأنواع، منها التصيد والاحتلالي. أستاذ دكتور طه، اتفضل كلمنا. طيب أنا حأتكلم من منظور آخر طبعا، تفضل. التخصص المنظمة السعودية في العام 1428 استصدر قانونا لمكافحة جرائم المعلوماتية. هذا القانون مكون من 16 مادة، المادة الأولى والثانية اختصوا بالتعريف والأهداف، أهداف القانون وتعريفه، ثم مكافحة. ثم في حاجة مهمة جدا يجب على المتلقي وعلى الباحث والفقيه القانوني أن يعرفها، هي عندنا 5 مصالح محمية في الشريعة الإسلامية، اللي هو العقل، وده في جرائم معلوماتية بتتم عليه. صحيح. عشان كده المنظم السعودي قال كل من ينشئ موقع للترويج لتجارة المخدرات أو المؤشرات العقلية يعاقب بكذا، يعني دي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على العقل. الجرائم التي تقع على العرض، ومنها التصوير، انتهاك الخصوصية، وده برضو دي عندها عقوباتها ويدخل فيها الابتزاز الإلكتروني. سبق أن تحدثنا عنه. كذلك في الدخول للمواقع ذات القيمة المجتمعية، عشان كده المشرع السعودي قال كل من يعد أو ينشئ موقعا لدعم جماعة إرهابية أو لتسهيل التواصل مع قيادة هذه الجماعة أو أحد أعضائها يعاقب بكذا، أو سب الدين، العقيدة، وهكذا. كذلك المواقع التي يتم إنشاء للمساعدة في الإتجار بالبشر برضو لها عقوبتها، والإباحية برضو. نعم. فكل ما، وبعدين المشرع السعودي فرد العقوبات. أنا أعتقد أنه موضوع تفريد العقوبات ده ممكن نجي مرة تانية.